بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور من الزملاء الأفاضل، كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. اليوم نستكمل سويا ما بدأناه من سلسلة تدريبات مجانية أونلاين عن بعد على منصتكم، منصة دمياط التعليمية. اليوم الثلاثاء الموافق 28/4/2020 سنقوم بتدريب إمكانات تدريبات كانت سيسكو ويبكس ميتينج مع المدرب الأستاذ أسامة صابر. ومن هنا نتوجه بالشكر والتقدير والتهنئة إلى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط الأستاذ عادل عثمان والسيد وكيل المديرية الأستاذ عبد الرازق زين، ونتمنى لكم وقت مفيد وممتع باستماعكم الجيد ومشاركتكم الفاعلة. ولذا أذكركم بتعليمات القاعة. أتمنى من السادة الحضور غلق المايك وعدم فتحه إلا عند طلب التحدث، مراعاة المناقشة الإيجابية وعدم التدخل في الحوار أثناء تحدث أحد الحضور من المتدربين. وإلى هنا أترككم مع الأستاذ المدرب الأستاذ أسامة صبري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا أستاذ علاء، وطبعا أنا سعيد جدا بكوني أن أنا بشارك في ولو بقدر بسيط جدا في هذا العمل الناجح على منصة دمياط اللي أثبتت أن هي شيء يعني شيء قيم جدا ولا صدى، ولله الحمد صدى كبير جدا على مستوى الوزارة. النهاردة إن شاء الله بنبدأ شرحنا لبرنامج من أشهر البرامج في اللي بنسميها الويبينرز أو الويب سيمينارز. ويب سيمينارز يعني الاجتماعات أو المؤتمرات اللي بتتم عن طريق الإنترنت. سيسكو ويبكس ميتينج هو أحد البرامج اللي بنستخدمها في التواصل وعقد الاجتماعات عن بعد، ويمكن استخدامه في عديد من المجالات، منها المجالات الترفيهية، يعني حتى مش بس مجال التعليم، لا ممكن يكون في مجال اللقاءات العادية بين أسرة مثلا في الخارج وأحد أفراد الأسرة اللي موجود في مكان بعيد. من هنا نقدر نفهم إن هذا البرنامج برنامج لابد إن احنا نكون عندنا معرفة إيه، لأنه مفيد في حياتنا وعلى وجه الخصوص في المرحلة اللي احنا فيها، وعارفين الظروف اللي بتمر بها كل دول العالم الآن، ولابد ان يكون عندنا إمكانية للتواصل مع أولادنا عن طريق شبكة الإنترنت. خصائص البرنامج، ليه احنا النهاردة بنتكلم على برنامج سيسكو ويبكس وإيه الفرق بينه وبين التيمز؟ أولا هذا البرنامج بيتيح عدد غير محدود من المشتركين، يعني النهاردة مثلا موجود معنا فوق 20 مشترك، وهذا البرنامج كمان بيتيح زي ما نقول تبادل أدوار ما بين الشخص اللي هيلقي المحاضرة والمتدربين، ودي إمكانية جميلة جدا هنبقى نشوف إن شاء الله بإذن الله هذه الإمكانية عند الشرح. نمرة ثلاثة، ليه بنستعمل الويبكس ميتينج؟ كثير من البرامج اللي موجودة حاليا بتلغي وقت محدد، يعني مثلا فرضا نص ساعة زي برنامج الزوم، بعد البث لمدة نص ساعة بيطلب منك ان انت يا اما تعمل قطع للبث او ان انت تدفع فلوس علشان يكون في عندك بث بصفة وقت اكبر. اما هذا البرنامج بيتيح عدد ساعات بث غير محدد ومجاني، تمام. بالنسبة للبرنامج كمان بيتيح لنا امكانية ان احنا نغلق الاجتماع او نفتح الاجتماع حسب ما احنا عاوزين، يعني مثلا احنا بنعطي وقت محدد لبداية العمل وبعد كده بنقفل الاجتماع، وبالتالي دي إمكانية مهمة جدا وبتستخدم في المحاضرات أو في التعلم عن بعد في الأماكن الرسمية. دلوقتي أنا هشارك مع حضراتكم صفحة المكتب، كلكم شايفين عندي صفحة المكتب، تمام. ممكن أسمع من الأستاذة علا؟ لا يا فندم، لسه المشاركة ما ظهرتش. طيب دلوقتي أنا هبدأ أعمل مشاركة مع حضراتكم أهو. شير ونعمل مع بعض شير ديسكتوب كده، ظاهر عند حضراتكم كده الديسكتوب يا فندم. طب يا فندم، ايوه يا فندم، فين الفندق صح؟ ايوه يا فندم. طب في صوت طالع من عند حضراتكم؟ حاضر يا فندم، انا شايفك. دلوقتي الايقونه بتاعت الويبكس زي ما انتم شايفينها عندي دلوقتي، انا همشي الخطوات من البداية.
ازاي ان انا اقدر انزل الويبكس عندي على الكمبيوتر او على الموبايل. تمام، زي ما شايفين عندي دي الايقونه بتاع البرنامج اهي، وانا نازل برنامج دي الواجهه بتاعته زي ما شايفين اهو. تمام، دي واجهه البرنامج زي ما شايفين اهو. تمام، وانا فعلا داخل على البرنامج. تمام، زي ما شايفين هنا في فوق مكتوب اسامه جزر ال اتش تي بي بي اس ذا ميتنج، ديت اسم الغرفه الافتراضيه بتاعتي. تمام، دلوقتي انا عاوز اعرف ازاي انزل البرنامج بطريقه سلسه. بنروح على اي متصفح عندنا، نفتح المتصفح وبنكتب فيه كلمه ويبكس ميتنج سلاش داونلودز عشان نقدر ننزل البرنامج. طبعا معلش عشان النت طبعا بياخد وقت في التنزيل. دلوقتي هنكتب فوق هنا في المنصه كلمه ويبكس. تمام، زي ما انتم شايفين ظهر على حضراتكم كده ويبكس ميتنج داونلودز، بيظهر عندكم الصفحه الاتيه. تمام، حضرتكم معايا استاذه علا؟ ايوه يا فندم معاك، اتفضل. الصفحه زي ما انتم شايفين كده ظاهره عند حضراتكم، مكتوب ويبكس بي تي ويبكس تيمز، يعني كان بالظبط في عندنا برنامج التيمز في منه نسخه من الويبكس. وبعدين زي ما انتم شايفين اهو موجود عندنا كلمه داونلود فور ويندوز، وممكن ننزله من الابل ستور او من اجل جوجل بلاي. الدخول للبرنامج، دخول البرنامج مع، انا طبعا جربت مع استاذ شادي، والنهارده وصلت مسج من الاستاذ امين ان في مشكله عند التنزيل. ايه هي المشكله؟ المشكله ببساطه ان لابد ان انت عشان تدخل يكون عندك ايميل مفعل على مايكروسوفت. مره ثانيه، يكون عندك ايميل مفعل على مايكروسوفت. فلما انت هتدخل وتنزل الويبكس ميتنج هتنزله عندك على الجهاز. تمام، زي ما انتم شايفين اهو هنزله ويندوز داونلود فور ويندوز. تمام، لابد يكون عندنا ايميل على الاوفيس يكون شغال. طيب، طريقه ثانيه في التنزيل ايه هي؟ نيجي على كلمه ستارت فور فري. يبقى عندنا طريقتين للدخول. الطريقه الاولانيه ان انا اخش من داونلود فور ويندو، ابدا احمل البرنامج عندي على الجهاز، او اقول ستارت فور فري. طب لو انا عملت ستارت فور فري ايه اللي هيحصل؟ هتبدا في التسجيل. ولو شفنا كده التسجيل، لو دخلنا على كلمة ستارت فور فري هتلاقي الواجهة بتاعت التسجيل مش موجود فيها جمهورية مصر العربية. يعني هيجي يقول لك هنا الايميل ادرس، دخل الايميل بتاعك. طبعا انا عندي ايميل خاص بيا اللي هو ايميل الوزارة، ولو دخلت دلوقتي هيدخلني على مين؟ على الايميل. تمام، لو انا دخلت ايميل تاني هيبدأ معايا في التسجيل. وليكن انا اجرب ادخل بايميل تاني. الايميل بتاعه اهو، هنقول له ادخل. هيبدا دلوقتي يطلب مني بعض البيانات زي ما شايفين البيانات. تمام، هنا في موجود اول بيان عندنا هو مين؟ المكان، الكانتري او ريجن، المكان اللي انت موجود فيه. لو احنا دورنا فيه على كايرو او على ايجيبت مش هنلاقيه. فانا هختار يونايتد ستيتس، وبعدين الفيرست نيم هتكون مثلا اي اسم، هنقول اسامه 1 مثلا، واللاست نيم بنقول له ادخل. ايه اللي هيتم دلوقتي؟ هيبعت لي، هيقول لي كده يور نيو اكونت از ريدي، هيبعت لي على رابط موجود على الايميل بتاعي. لما افتح الايميل هلاقي هذا الرابط وادخل من عليه وابدا فين؟ وابدا في التحميل. لما هنحمل البرنامج، انا هفتح لحضراتكم دلوقتي، عندي كده الداونلودز، لان طبعا انا محمل البرنامج قبل كده. هتلاقوا عندكم شكل الداونلودز. هنلاقي موجود زي ما انت شايف كده ويبكس، هنلاقي ويبكس دوت اكس اي اللي هو الرابط بتاع التشغيل. لو ضغطنا عليه هيبدا في التحميل. تمام كده؟ في حد عنده اي سؤال في الجزء الاولاني ده؟ استاذه علا؟ ماشي يا فندم معاك. حضرتك كده حضرتك هنسأل ولا
اللي هنخليها في الاخر خالص. انا بس عن جزء جزء علشان ما حدش يعني يعيد. دلوقتي عرفنا ازاي نجيب البرنامج، ايوه فاهم، هنجيبه عن طريق الرابط، وعندنا طريقتين للدخول. الطريقه الاولانيه يعني ان احنا بنكتب ستارت نيو وبنعمل تسجيل او على الداون لودز مباشره، تمام؟ حضرتك بعد التحميل بقى، حضرتك كنت قلت اللي هو احنا هنسال هنا سؤال، وحضرتك قلت ان في نوعين، الويبكس ميتنج وويبكس سيتي، ايه الفرق بينهم؟ ايوه ايه الفرق بينهم؟ هو ما فيش، انا النهارده بشتغل على الويبكس ميتنج. التيمز ده نفس بالظبط هو البرنامج بتاع مايكروسوفت تيمز، نفسه بالظبط، ان احنا بنقدر نكون مجموعات، والمجموعات دي بيكون لها بعض الانشطه كلام من ده. انما الميتنج الغرض منه الاساسي هو ايه؟ هو اللقاء، يعني مثلا ازاي نعمل فيديو وازاي نوصل بالملفات، ودي ميزه كبيره مش موجوده في بقيه البرامج الاخرى. يبقى الميزه الكبيره اللي موجوده في الويبكس ميتنج مش بس التواصل، لا كمان مشاركه مين؟ مشاركه الملفات، وهوري لحضرتك دلوقتي ازاي احنا هنشارك بعض الملفات. تمام يا فندم؟ عندي سؤال تاني من المشاركين، عندي سؤال تاني. حضرتك قلت انا اكتشفت ده فعلا وانا بسطب البرنامج النهارده، ان مفيش كايرو او القاهره، فحضرتك اخترت يونايتد ستيت، القاهره، القاهره مش موجوده، فانا اخترت السعوديه بحيث انها دوله عربيه قريبه مننا، فهل اختار اي دوله؟ ده صح، مش هيفرق، اي دوله ما تفرقش. لا تمام. اي دوله ما تفرقش، اي دوله ماشي. اي حد عنده سؤال من الحضور؟ خلاص يا فندم اتفضل كده. هنبدا بقى دلوقتي بقى في اللي هو ايه البرنامج، نعرف الواجهه بتاعته ونعرف امكانياته. طبعا البرنامج بصراحه امكانياته كبيره جدا ومتعدده، فانا هبدا النهارده في شرح الايقونات اللي هي الاساسيه، اللي هي اي انسان فينا يقدر يعرفها ويقدر يشتغل بيها، وهي هتكون خطوه رقم واحد في العمل، هتسهل عليه جدا العمل. وبالمناسبه هذا البرنامج طبعا معتمد من الوزاره، ونزل للاولاد في الصف الاول والثاني الثانوي على التابلت بتاعهم مع برنامج التيمز. وحاليا يعني النهارده صباح اليوم من الساعه 9 للساعه 12 كان في تدريب لمعلم اللغه العربيه، اللي هيقوم خلال باكر وبعد باكر بالتدريب او بعمل حصص لطلاب الصف الاول والثاني الثانوي خلال اليومين دول قبل الامتحانات. مدرسين اللغه الانجليزيه، وانا بشرف ان انا اكون واحد منهم، هيكون لنا لقاء ويعني ان شاء الله يوم الخميس، وعلى اساس ان احنا هنبدا في العمل يوم الجمعه ان شاء الله. مجموعه بتشتغل مع الصف الاول الثانوي، ومجموعه بتشتغل مع الصف الثاني الثانوي. تمام. نبص على الواجهه دلوقتي بتاعت البرنامج، شفتوها حضراتكم دلوقتي قدامي. في عندنا هنا طبعا فوق مكتوب كلمه او جي اختصار للاسم، هو اللي عامل البرنامج. وديت الغرفه الافتراضيه بتاعت اسامه، مكتوب العنوان بتاعنا، ومكتوب هنا هندخل دلوقتي على الصفحه زي ما شايفين حضراتكم كده، ديت الصفحه لما انا بدخل عليها. لو انتم ملاحظين هنا على اليمين في البارتيسيبانتس يعني المشاركين، انا عامل من الموبايل، انا عامل عضويه من الموبايل على الويبكس، فانا دلوقتي فوق اسامه غزر ده الهوست، اللي هو انا الان بدير البرنامج، وكمان اسامه غزر رقم 2 اللي تحت ده، تمام، اللي هو بارتيسيبانت، يعني ده مجرد ان هو شخص معايا. تمام. هنشوف الايقونات من تحت، عندنا عدد معين من الايقونات زي ما انتم شايفين كده. الايقونات ياتي من على اليسار، اول ايقونه هي بتاعه المايك، بنفتح او نقفل المايك زيه زي التيمز بالظبط، والثانيه اللي هي الفيديو، وانا هفتح الفيديو معلش عشان تشوفوا ايه اللي بيتم. اظن شايفين كده حضراتكم، تمام، حضراتكم كده شايفين وانا بشرح. استاذ علا، الصوره زي ما انتم شايفين موجوده هنا في الايه، في اليسار. لو انا ضغطت على الايقونه مره ثانيه بنخفيها، تمام. الايقونه رقم 3 وهي اهم واحده، اهم شيء هي الايقونه رقم 3 اللي هي الشير كونتنت. هنفتح الشير، هنلاقي عندنا عده مستويات للمشاركه، وانا مش بنصح بالمشاركه سكرين زي ما انا عملت دلوقتي. انا دلوقتي لما كنت مع حضراتكم في التيمز عملت مشاركه لسطح المكتب، تمام، فكل شيء انا هقدر اعمله على سطح المكتب هيكون واضح قدامكم، وبالتالي ملفات ممكن تكون هذه الملفات خصوصيه او في صور ما بحبش ان حد يطلع عليها، فبالتالي ما ينفعش ان احنا نشارك سطح المكتب. امال الافضل ايه؟ الافضل ان احنا نشارك الابلكيشن، يعني انا قبل ما اعمل المحاضره بتاعتي اكون فاتح كل الابلكيشنز اللي انا عايزها، وورد او
باوربوينت او اي تطبيق او حتى على اليوتيوب. انا كنت فاتح كل الاشياء اللي انا عايزها بحيث ان الطالب ما يشوفش اللي انا عاوزه يشوفه بس. تمام، ودي معلومه مهمه جدا لكل الناس اللي هتستخدم هذا البرنامج. طيب انا هعمل مع حضراتكم دلوقتي مشاركه من هذا البرنامج على الفايل، شير فايل، شير فايل. هنشوف ايه اللي هيحصل في الشير فايل. دلوقتي هيفتح لي الشاشه ديتي او النافذه، هروح عندي على الجزء معين من عندي من الكمبيوتر، انا لكم جزء الصفحه المكتب. هروح انا على برنامج الباوربوينت اللي انا محضره لحضراتكم النهارده عشان نبدا نشوفه. هنحمله. تمام، شوف. هنعمله على سطح المكتب. هنشوف مثلا البرنامج ده اللي هو يونت 8 روبوتس. ده حصه هيبدا في التحميل زي ما انتم شايفين كده. البرنامج بيحمل زي ما انتم شايفين اهو، بيحمل الملف اللي انا اشتركت بيه، ويبقى موجود عند كل الطلاب. هيبقى موجود عند كل الطلاب. طبعا من الافضل، ودي معلومات يعني حصلنا عليها من التدريب مع المهندس وائل من الوزاره، ان افضل شيء بالنسبه لبرامج الباوربوينت ان ما يكونش فيها تاثيرات انتقال، يعني بين الشريحه والشريحه لما بيكون في تاثيرات انتقال اثناء العمل بتاخد وقت طويل وما بتظهرش بشكل كويس، بيكون ضعيف. الحاجه الثانيه ان كل ما يكون في الوان زياده كل ما يكون في دقه عاليه، بالتالي تكون الشريحه تقيله. فمن الافضل لما نيجي نعمل باور بوينت للطلاب ان تكون الالوان فيه الوان يعني قليله، وما يكونش فيه يعني تاثيرات انتقاليه ما بين الشرايح. حضراتكم شايفين معايا الشريط بتاع المهام اللي موجود في الجنب ده. تمام، لو انا ضغطت على الجزء الاولاني ده اللي هو عباره عن اربع نقاط، هيظهر لي كل الشرايح اللي انا حاططها، وبالتالي لما انا اثناء الشرح مع الطلاب اقدر انتقل بكل يسر على الشرايح بكل يسر زي ما انا بعمل كده. تمام يا استاذ علا؟ معاك يا فندم، اتفضل. ايوه، لو في اي استفسار ولا اي شيء حضرتك يعني خليك معايا علشان الزملاء. دلوقتي انا كده مدرس وبشرح حصه بكون مجهز لها العمل ده. عملت شيرنج لايه؟ لملف دلوقتي، ملف باوربوينت. هعمل شيرنج مره ثانيه لملف كمان وليكن ملف وورد. تمام، هنا على برضه من سطح المكتب هنزل ثاني، مش هعمل شير سكرين، سكرين 1 شير، لا من هنزل تحت. تمام يا فندم، اهو هنزل على شير فايل مره ثانيه واضغط عليه، والمره دي هختار وورد. يبقى انا عملت مره باور بوينت، هختار وورد وليكن اي شيء بس يقابلني في الطريق كده اهو، معلش اي حاجه من هنا. هيفتح خفيف جدا بعض الاشياء بيكون خفيف التحميل زي الورد كده، مش هياخد وقت طويل، الملف قصير، بس انا عاوز الاولاد يطلعوا عليه. يبقى انا عندي دلوقتي كام عامل شيرنج لاثنين من الملفات، واحد باوربوينت والثاني من ملف وورد، وهنشوف هنتعامل معاهم ازاي اثناء العمل. نفترض ان احنا في حصه درسيه دلوقتي وبدي للاولاد اشياء وعاوزهم يطلعوا على شيء معين. ديت الصوره بتاعت السي في بتاعتي. دلوقتي لو انا انتقلت، لو ضغطت هنا هلاقي عندي اثنين، هلاقي عندي اليونت 8 اللي هي الباور بوينت، رحت على الشريحه اللي انا عاوزها. ولو انا عاوز انتقل مره ثانيه الى الوورد في اي شيء، في اي جزء فيه اقدر انتقل فيه زي ما انتم شايفين كده. لو ضغطت على اي شيء هروح عليه بهذا الشكل. كمان ينفع كمان نشارك حاجه كمان، ايوه هشارك ثلاث حاجات اهو. هشارك، هعمل ايه؟ هعمل السبوره، هعمل السبوره الوايت بورد. تمام، هعمل دلوقتي اصبح عندي ثلاث اشياء انا حاططهم للاستعمال بيني وبين الطلاب. وايت بورد رقم اثنين، ملف وورد رقم ثلاثه، ملف باور بوينت. تمام، والاشياء دي موجوده عندي وعند كل الطلاب، عند كل الطلاب. دلوقتي لما اجي
اعمل دلوقتي على الصفوره التفاعليه زي ما انتم شايفين هنا الصفوره ده، فهي لو ضغطت عليها في الجنب هنا هنلاقي مجموعه من الادوات. السهم ده تمام زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، ده سهم باسم الاستاذ، ده سهم الاشاره، وممكن لو حضرتك ضغطت عليه مره ثانيه او عملنا تراجع يرجع ثاني في مكانه. تمام، ده اسامه صابر، اقدر احطه في اي مكان انا عاوز. تمام، ده ممكن الاستاذ يستعمله للاشاره لما يكون بيستعمل اي شيء في الباوربوينت. دلوقتي حرف التي، حرف التي ده اللي هو هنستخدم الكتابه، ولنفترض ان في سؤال فهنختار اللون، اللون الاصفر اعتقد انه يكون خفيف، فهنختار اللون الازرق وهبدا هنا مثلا بكتب للاولاد مثلا ويلكم. تمام، بسال سؤال مثلا، سأل سؤال وات از كابيتال لوكيشن، ده يمكن يكون الخط يكون قليل او شيء، فممكن انا اكبره. وهنا عندنا عندنا هنا سهمين اهم زي ما شايفين حضراتكم، للزوم ان وللزوم اوت. لو احنا ضغطنا كده هنشوف الزوم ان والزوم اوت، عشان اقدر احط الكتابه في المكان اللي انا عايزه او تكون بالوضوح اللي انا عاوزه بالنسبه للطلاب. وهنا بيقدر يعمل ايه؟ يعمل فيت تو ويدث، يعني بيقدر ان هو ينظم نفسه مع الشاشه الموجوده عندي. لو عملت الت وانتر الشاشه كامله زي ما انتم شايفين كده، الت وانتر، لو عملت الت وانتر مره ثانيه يطلع لي ايه؟ شاشه كامله. وببعد هنا بقى طبعا عندي زي ما انتم شايفين كده الاماكن اللي هي فيها الشاتنج او كده ببعدها. انا عندي دلوقتي كده صوره تفاعليه قدامي وقدام الطلاب واضحه جدا، واقدر اكتب فيها زي ما انا عاوز. لو احنا عملنا دلوقتي طبعا الاستاذ علا بيتهيألي انت حاطط دلوقتي معايا، لو عملنا الادوار، لو غيرنا الادوار وخلينا، لو خلينا حضرتك دلوقتي زي ما عملنا ما عملت حضرتك قبل كده وخليتك بارتيسيبنت، بدل ما تكوني او بريزنتر، تقدري ان انت تعملي ايه؟ تقدر تعمل النوتيشن. انا عامل سؤال على الصبوره وات از كابيتال اوف ايجيبت. تمام ماشي اوكي انا شفت. ايوه هنشوف دلوقتي ازاي ان احنا هنخلي الاستاذه علا تبقى هي مشاركه معنا. بس انا للاسف الشديد، معلش يا مس، انت مش هتقدر تخش معايا لان انت مشتغل معايا للاسف الشديد، يعني انت المره فاتت كنت داخله معايا في برنامج الويبز، انت دلوقتي في الميتنج بس مش هتقدر تشاركي معايا في النافذه دي. صح تمام صح. معلش بس هنشوف بس، معلش انا اسف. لا تحت دلوقتي زي ما انتم شايفين حضراتكم كده انا كتبت سؤال تمام، وممكن انا اجاوب عليه من بره من عندي من الموبايل، بس انا هشرح بس لحضراتكم الايقونات. قلنا الاول لو واحده السهم، الثاني كتابه النص. هنا لو انا عاوز اعمل خط من مكان الى مكان، وهنا لو انا عاوز اعمل شكل دائري او شكل مربع على جزء معين من الشاشه مثلا، فاضل انا عايز اعمل هنا مربع على كلمه ويلكم. تمام، اختار الشكل اللي انا عايزه من هذا الجزء ده. تمام، وابدا احطه في الشاشه على السبوره التفاعليه زي ما انا عايز في اي مكان. يبقى هنا المدرس عنده بعض الادوات اللي يقدر يستعملها في السبوره التفاعليه. وهنا الالوان، تمام، يختار الالوان اللي هو عاوزها. تمام، لو احنا خدنا مثلا القلم، لو خدنا القلم وهنقدر نكتب هنا بعض الاشياء. طب هل يمكن ان احنا نتراجع عن الاشياء دي او نمسح؟ هنمسحها عن طريق المساحه او حاجه هنا اريزر، بضغط عليها يبدا يحذف الشيء اللي انا مش عايزه. تمام، يبقى كده اتعلمنا او شفنا استعمال السبوره التفاعليه. هل يمكن للمعلم ان هو يشارك هذه السبوره التفاعليه مع طلابه ويسمح ليهم ان هم يدخلوا يكتبهم او ان هم يضيفهم او ان هم يعدلوا عليها؟ ايوه، بس طبعا في المعلم بيكون عاطي هذه البريفليج من هذا في البارتيسيبنتس. تمام، دول الموجودين عندي هم اسامه صابر. اسامه ممكن انا بعمل هنا بضغط عليهم وابدا احول الدور بتاعه. شايفين حضراتكم كلمة change role، لما يغير الدور بتاعه
من برزنتر هيخليه ايه هوست، او هوست يخليه برزنتر زي ما هو عاوز، او نوت تيكر يعني مجرد ان هو ياخد بس بعض الملاحظات، انما لما بيكون برزنتر بيكون هو عنده كل البريفليج ان هو يقدر يعرض اي شيء. تمام. هنروح تاني بعد كده، عرفنا طبعا الايقونه بتاعت الشيرنج. تمام، واحنا عرفنا دلوقتي عندنا، هنرجع تاني اذا انا عايز في اي وقت من الاوقات ارجع الى الباوربوينت برجع للباوربوينت. تمام، عاوز ارجع للوورد برجع للوورد، عاوز ارجع للسبوره التفاعليه برجع للسبوره التفاعليه. في اي سؤال في الجزء ده؟ اي سؤال؟ لو عنده سؤال ممكن يفتح المايك ويتكلم يا جماعه عشان نكمل. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. اتفضل استاذ محمد البخراني. ايوه مع حضرتك. اتفضل يا استاذ محمد. بقول لحضرتك يا استاذ اسامه دلوقتي يعني انا بس اللي اسمح للطالب ان هو يدخل او اللي هو البارتيسيبنت يقدر يدخل او لا؟ ايوه تمام. افتح لمجموعه من البارتيسيبنتس مع بعض يعني؟ لا انت واحد واحد، انت واحد واحد واحد. شايف الشاشه دلوقتي عندي يا مستر محمد؟ شايف الشاشه عندي؟ ايوه تمام. لو بصينا فوق هنا عندك، شايف رحت المساحه، في فوق فينا علامه صغيره اهي لوك ميتنج. لوك ميتنج يعني انت بتعمل ايه؟ بتقفل البرنامج على الناس المتاخرين عليك. تقدر تفتحها وتقدر تقفلها، يعني لو احنا ضغطنا عليها او عندك هنا في تقدر هنا اهو من العجله من عند الجزء الصغير ده نقدر نقفل البرنامج. هنا العلامه هنا تمام، بنقفلها نعمل لوك ميتنج. يعني ايه شايف حضرتك هنا؟ شايف حضرتك هنا من عند لوك ميتنج يعني تقفل الاجتماع على اي حد. شوف حضرتك هنا على الثاني الايقونه اللي انا بتكلم عنها دلوقتي، شايفها اللي فيها الثلاث نقاط السوداء؟ شايف؟ شايف حضرتك دلوقتي؟ دي انلوك ميتنج على مين بالظبط بقى؟ تعمل انلوك ميتنج على مين؟ انت دلوقتي فرضا ان في، بقول لحضرتك دلوقتي ناس عايزه تدخل زي ما انت قلت لي دلوقتي، الناس عايزه تشارك معايا في الويبكس. تمام، كم متاخرين. انا عامل الوقت الميتنج ده مغلق يعني ما حدش يقدر يدخل عليه. لو انا عملت هنا انلوك، لو انت هتلاحظ هتلاقي العلامه، شايف العلامه خضراء، العلامه هنا بقت لون باللون الاخضر، معناها ان اي حد يقدر يدخل حتى لو متاخر. تمام، جاي متاخر ان هو يعني مثلا التحق بالميتنج بتاعنا الساعه 9، هو كان الساعه 9 10 مثلا، انا كنت عامل الميتنج لوك فباجي من هنا بتاني بعمل لوك ميتنج. شايف حضرتك هنا لوك ميتنج، بقفل على اي حد متاخر. طب ايه الايقونه الثانيه اللي هي انفايت اند ريمايند؟ هنشوفها دلوقتي. لو انا عملت دعوه لاي حد ويقدر الحد ده يدخل معانا، زي شايفين عدد المشاركين هم اثنين بس، اسامه صابر اللي هو الهوست واسامه صابر اللي هو البارتيسيبنت بس. اوكي، دلوقتي احنا خدنا بس الايقونه واحد. تمام، الايقونه اثنين، الايقونه رقم ثلاثه. في اي سؤال في الثلاث ايقونات دولت؟ ممكن تعمل انفايت مثلا لمسؤوله مثلا معاك؟ حاضر حاضر. وهي كمان عندها دلوقتي البرنامج الويبكس ممكن منزلاه، يعني ممكن تدخل معايا فعلا اثناء العمل. انا هحاول اعمل الكلام ده قدام حضرتك، بس عشان نمشي ايقونه ايقونه. الايقونه الاولى قلنا الميوت والانميوت. تمام، الايقونه الثانيه اللي هي الفيديو، هفتح تاني الفيديو اهو. اوكي، السؤال كده انتوا شايفين كده دلوقتي الفيديو انا شايفه عندي على الموبايل، هقفل تاني. هقفل السؤال الثالث او الايقونه الثالثه اللي هي شير كونتنت. وقلنا ايه اللي احنا المفروض ناخد بالنا منه اثناء الشيرنج؟ لو تلاحظوا لما افتح الشيرنج تاني اهو، لو قلت شير سكرين اللي انا عاملها دلوقتي حاليا معاكم على التيمز، ان انا بشارك كل شيء بيحصل عندي على سطح المكتب. تمام، طب افرض انا عاوز انتقل من سطح المكتب اروح على ملف الصور. لو انا رحت على ملف الصور، كل ما هطلع صور كل ما يكون قدام الطلاب، انا عايز اشوف الكلام ده بعيد عن الطلاب، يبقى هعمل ايه؟ شير ابلكيشن. هنعمل شير ابلكيشن يعني هنشارك شيء معين بس، وليكن اي شيء، مثلا مايكروسوفت تيمز، سيسكو ويبس، يونكس، جوجل كروم. المهم ان انت ما تشاركش سطح المكتب بالكامل. والافضل اللي انا عملته زي الوقت زي ما انتم شفتوا حضراتكم كده، اللي هو مين؟ شير فايل. شير فايل تمام. هنروح بعد كده بقى للايقونه اللي هي بتاعه الايقونه رقم 4 اللي معمول عليها النقطه الحمراء، ودي بتاعه التسجيل، دي بتاعه
باسم افتراضي بصيغه الاي بي 4 في مكان معين. تحب تسجل بقى فين؟ ممكن اسجل الكلام دوت عندي على الكمبيوتر او على الكمبيوتر معايا، او عندي ممكن يكون على السحابه الالكترونيه. لو عملت سيف هيبدا هو ايه يسجل، هيبدا يسجل، هنضغط عليه يبدا يسجل. تمام. طيب لو انا ضغطت ثاني مره ثانيه عليه كود ميتنج اهو، تمام زي ما قلت كده، هنعمل سيف، هيبدا التسجيل زي ما انتم شايفين حضراتكم، بدا التسجيل فعلا في المكان الافتراضي. لو انا في اي وقت عاوز اوقفه بضغط واقول له ستوب. تمام. يبقى الايقونه رقم 3 شفناها لمين؟ للتسجيل. تمام. نيجي للايقونه الرابعه اللي هي ايه؟ اللي هي البارتيسيبانتس كلوز بارتيسيبانت. لو ضغطنا بقى عليها كده هنلاقي في على الجنب هنا بيظهر عندي مين المشاركين معايا. انا رجعت للوضع الطبيعي اللي هو الصوره العاديه. انا ظهرت اهو يا استاذ اسامه، ظهرت عند حضرتك اهو يا فندم. ده انت يا استاذ رضي. ايوه حضرتك، انا قابلت دعوه من حضرتك على الايميل. تمام كده انت ظهرت عند الاسرانيا. تمام. واقدر دلوقتي اديلك كمان الايه، اديلك دلوقتي دور. طبعا انت عارفه لو انا غيرت هنا اللي عملت هنا اللي هي البارتيسيبانتس، هنغير الادوار على مستوانيا. شايف حضرتك كده؟ تمام. ضغطت على مستوانيا. ايوه. بقت اقول تشينج تشينج رول. انا هخلي حضرتك دلوقتي تبقي انت اصلا بريزنتر عندي. تمام؟ انا هخليك هوست، يبقى انت تبقى انت مديرة الجلسة. من الموبايل؟ هتبداي ممكن من الموبايل. تمام. انا عاوز من حضرتك بس ان انت تعملي على السبورة التفاعلية، تدخلي تعملي اي شيء على السبوره التفاعليه من عند حضرتك. ممكن؟ طيب تمام، بس هو دلوقتي السبوره التفاعليه انا اللي قدامي دلوقتي باوربوينت. ده انا اللي هغير الوقت في وسط حضرتك اهو. تمام. غير انا من عندي اهو. تمام. غيرت بقيت الوايت بورد. تمام. وانتم شايفين دلوقتي انا اللي متحكم في الوايت بورد. ايوه. انا هبدا دلوقتي اهو. هعمل دلوقتي مثلا اشارات باللون اللي انت شفته ده دلوقتي. انا عايز مس رانيا بعد اذن حضرتك تدخلي. ماشي يا فندم، انا معاك، انا موجوده فعلا دلوقتي. الوايت بورد ظهر عندي، بس ظهر باللي هو الشخبطه اللي هي لونها لبني. ايوه. ممكن حضرتك تعملي اي شيء او اضافه من عندك كده؟ جربي. هو انا من عندي هنا اللي هو ريز هاند بس، والشات ده في الموبايل. ايوه. على فكره انا بسجل دلوقتي، انا بسجل دلوقتي كمان على الموبايل اللي انا بعمله عشان برضو نبقى نرفعه للناس. رحت عند الثلاث نقط عشان اعمل شير، فطلع لي اللي هو سويتش سبيكر مايك كرييت شورت كات فايند ديفايس شير كونتنت. ايوه شير كونتنت، شير سكرين وايت بورد. تمام يا فندم. ايوه اوكي. شير كونتنت اسامه جزر ويل ستوب شيرينج كونتنت از سون از. اوكي ادي كده عملت الشير، طلع لي انا بقى ايه سبوره لسه بيضه من عندي انا. تمام كده. انت حضرتك دلوقتي البريزنتر، كان انت دلوقتي انتقلتي من ان انت تكوني مشاركه ولا تكوني محاضر، بقيت انت المحاضره. هل الكلام دوت يا ميس راضية ينفع في التعلم عن بعد؟ طبعا اكيد. لو احنا اثنين مدرسين، حضرتك موجوده مثلا في محافظه غير المحافظه اللي انا فيها، وانت محضره جزء وانا محضر جزء، ينفع حضرتك دلوقتي تنتقلي وتبقي انت البريزنتر؟ انا اسامه صابر عندي جزء، وحضرتك دلوقتي تبداي اكيد تعرضي من عندي. اكيد ينفع. ينفع. تمام. ايوه فده مفيد، مفيد جدا. ودي الوزاره اللي عاملاها، الوزاره عامله دلوقتي اللي هيقدم مثلا الصف الاول الثانوي عده مدرسين، المدرسين كلهم عندهم الماده العلميه، ممكن يتشاركوا مع بعض بطريقه او باخرى. يبقى كل واحد مثلا بينظم نفسه ان هو يقدم مثلا يونت او يقدم مجموعه من الاسئله وينتقلوا مع بعض لهذا الشيء. الوقت اللي كتبت هي اسرانيا. ايوه انا بكتب دلوقتي thanks for sharing. شكرا يا استاذه. اوكي thank you so much. الله يبارك فيك يا استاذه، انت مشرفانا والله دايما، ويعني الله يخليك يا فندم. ماشي يا فندم، هقفل انا بقى الشير من عندي. اقفل الشير من عند حضرتك دلوقتي، وممكن نجرب لو كان حد عاوز يدخل تحت امرك يا فندم. شكرا. عشان يتعلم ازاي يعمل شير. انا ما انا دلوقتي زمان
الأشياء التانية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش ممكن نكتب على هاي السبورة؟ السبورة دي حضرتك أنت بتكتب عليها يا إما عن طريق الكتابة. شوف حضرتك كده. طبعا أنا الهوست. ثانية واحدة. Okay, approve. I approved your request to be presenter. كده تمام يا فندم. دلوقتي حضرتك انت شفت دلوقتي انا دلوقتي اقدر اعمل ايه؟ الكتابة اللي كتبتها مس رانيا كتبتها عن طريق الايه؟ عن طريق القلم. طبعا استعمالنا للقلم ما هوش دقيق. يعني الواحد عشان يكتب لابد ان هو يكون متمرس شوية. تمام؟ انما واحنا رحنا عند حرف التي ده التكست. تمام؟ هختار اللون اللي انا عايز تحت وليكن اللون ده واروح هنا وابدا اكتب مثلا كلمه هلو. اوكي يمكن الخط صغير. تمام؟ ونبدا نكبر. تمام؟ كده واضح. تمام؟ واضح واضح. تمام؟ يبقى عندنا الادوات بتاعت الكتابه موجوده عندنا على يسار الشاشه. في عندنا السهم، والسهم زي ما قلت لحضرتك كده بيشير بس باسم الشخص المشارك في اي مكان على الشاشه. وعندنا الخط ده عشان نقدر نعمل سهم في اي مكان في الشاشه. هنا عندنا الاشكال. تحت في عندنا الاريزر اللي نقدر نمسح بيه. اي سؤال ثاني؟ زي ما انت شايف حضرتك استاذ اسامه. السلام عليكم. زي ما انت شايف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اخويا من فضلك حضرتك اتكلمت عن الشيرنج بالنسبه للملفات. قلت ان انا عندي أيوة. امكانيه ربط ملفات الباور بوينت والوورد. تمام كده؟ ايوه الباور بوينت والوورد. ايوه هل ممكن في هل ممكن ارفع البي دي اف والمقاطع المرئيه والصوتيه؟ البي دي اف للاسف الشديد مع البرنامج هنا بتعمل معاه مشكله. مش كل البي دي اف بيكون متوافق معاه. فايه الحل؟ ان انت لما بتعمل شيرنج لسطح المكتب بتفتح ملف البي دي اف فبيظهر عند الطلاب. يبقى الشيرنج لو احنا عملنا شيرنج في عندنا في بعض البرامج البي دي اف ما بتكونش صالحه للمشاركه اللي هي شير فايل. ده انا جربت هذا الكلام. انما الحل بتاعه ان انت تعمل شيرنج منين؟ تعمل شيرنج من سطح المكتب. بالنسبه للملفات المقاطع الصوتيه والمقاطع المرئيه. نعم اتفضل. بالنسبه للمقاطع المرئيه والمقاطع الصوتيه بالنسبه للمقاطع المرئيه والصوتيه هل في امكانيه استخدامها؟ ايوه استخدام واستخدام جيد جدا. بص حضرتك كده انت طبعا شايف الشاشه عندي. تمام؟ كلكم شايفين الشاشه عندي. بص كده عندي حضرتك عندي كلمه شير. شوف كلمه شير اللي فوق مش تحت. كلمه شير موجوده فوق شايفينها؟ ايوه على اليسار. ايوه بعدين فايل واديت وبعدين شير. لو ضغطنا في شير شير كونتنت هي نفس اللي انا عملته. شير كونتنت هي نفس اللي انا عملته. لان انت تقدر تعمل محتوى معين وتشاركه مع الطلاب. انما في عندنا شير مالتي ميديا. شير مالتي ميديا. يعني ايه شير مالتي ميديا؟ تقدر تشارك زي ما انت قلت حضرتك دلوقتي اي شيء زي فيديو او حتى عن طريق الانترنت ممكن تشاركه مباشره. لو انا ضغطت هنا على كلمه شير ونشوفها نشوف كده هيقول لك بس اكتب لي اليو ار ال بتاع هذا الفيديو. لو الفيديو ده موجود مثلا على اليوتيوب وانت عارف اليو ار ال بتاعه وانت عامل له كوبي او عامل له كوبي ايوه تحط هنا بس على اليو ار ال بتاعه ومجرد ما تضغط هيظهر عندك على طول وعند الطلاب. تمام؟ الله يكرمك. بعد كده نقدر الله يبارك فيك. هنا ده احنا شايفين تاني اهو فايل ايديت شير فايل ايديت شير. تمام؟ من الشير شير مالتي ميديا شير مالتي ميديا. اوكي؟ طيب نشوف
شوف بقى بعد كده وصلنا مع بعض المايك الفيديو الشير وعرفنا ايه اللي يفضل في الشير وعملنا مع بعض ان احنا عملنا شيرنج. طيب بعد اذنك يا مس رانيا ممكن تعمل ستوب شيرنج؟ حاضر يا فندم. دلوقتي رجعنا للشاشه بتاعتنا اسامه صابر اللي كان بيتعرض في الفتره اللي فاتت كان عند مين؟ عند الاستاذه رانيا. وانتم شايفين عندي كده هنا الملفات اللي انا كنت مشارك بيها مش فعاله غير الوايت بورد. ليه؟ لان الاستاذه رانيا لحد الان هي تعتبر اللي بتشارك اللي هي البوست. تمام؟ حضرتك ممكن تغيرني بقى ترجعني تاني بارتيسيبنت او اتندي. انا بقول بشرح للزملاء ازاي يتم. دلوقتي عندنا زي ما انتم شايفين فوق مكتوب هنا الاستاذه رانيا واسامه. انا رحت على الاستاذه رانيا هضغط كليك يمين بقول تشينج رول. تمام؟ المفروض اكون ايه؟ رجعت. اسامه صابر وقت الهوست. دلوقتي بقيت انا الهوست زي ما انتم شايفين حضرتكم اهو. لما اجي اضغط هنا بقى على الشيرنج هيطلع الثلاثه فعالين عندي. تمام؟ زي ما انتم شايفين اهو. هرجع تاني للباور بوينت اللي انا عندي اهو ظهر. لو انا عاوز ملف الوورد اهو. لو انا عاوز الوايت بورد بتاعتنا مش الاستاذه رانيا اللي كانت شغاله معانا، لا دي الوايت بورد بتاعتنا. تمام كده؟ طيب نروح بعد كده على الايقونه رقم 5 اللي هي بارتيسيبنت. هنا بيظهر عندي على يمين الشاشه البارتيسيبنتس اللي مشاركين. كان عندي الاستاذه رانيا وعملت شاتنج معايا اهو، الشات بتاعها موجود عندي اهو. ممكن اعمل الشات تو ايفري ون، يعني انا لو كتبت اي كلام دلوقتي هيظهر عند كل الطلاب المشاركين عندي. لو قلت لهم مثلا كلمه ويلكم الكلمه ديت مجرد انا اعمل انتر ظهرت عند كل الطلاب. افرض انا عاوز اعمل مشاركه، عايز اعمل مشاركه لطالب معين واحد بس، بروح عليه شايفين اهو. تمام؟ شايفين هنا انا رحت عند الاستاذه رانيا، شايفين على الشاشه مكتوب هنا ايه؟ ستارت برايفت شات ويز بارتيسيبنت، يعني ابدا حوار خاص مع هذا المتدرب بس. يعني الاستاذه رانيا دلوقتي لو انا ضغطت على الشاشنج ده الكلام اللي انا هكتبه دلوقتي مش هيظهر عند كل الناس، هيظهر في فين بس؟ عند الاستاذ رانيا. وليكن مثلا برضو لو ضغطت عليها اهو تمام، وقلنا اي عباره وليكن مثلا زي ما قلنا مثلا ايه كلمه هلو. تمام؟ دي تظهر مش هتظهر عند كل الناس، لا هتظهر عند اسامه ظهر اهو. تمام؟ اعمل انتر هتظهر عند اسامه بس. تمام؟ يبقى لو الواحد اختار شخص معين عشان يتكلم معاه بيروح على الايقونه بتاعت الشاتنج اللي موجود كده باسمه. لو انا عاوز اعمل عباره لكل الناس يبقى بكتب تو. تمام يا فندم؟ تمام كده؟ حد عنده اي سؤال في الجزء ده؟ اوكي. نروح بقى على الشاتنج. لو انا عايز اقفل الشات عشان اخد مساحه في التفاعل هقدر اضغط مره ثانيه على الايقونه زي ما شايفين كده، بفتح الشات او بقفله بهذا الشكل. نيجي للايقونه المهمه جدا اللي موجوده قبل الختام اللي هي زي ما قلنا كده الايقونه اللي فيها ثلاث نقاط في فيها عده اشياء في غايه الاهميه. رقم واحد لوك ميتنج، ازاي انت تقفل الميتنج على الزملاء المتاخرين، لذلك انت تحسهم باهميه الحضور في الوقت. تمام؟ لو انت عملت لوك ميتنج هتضغط هنا يتعمل لوك ميتنج ويظهر فوق العلامه بتاعه المفتاح الصغير اللي فوق ديت. لو انت عاوز تفتح الميتنج هترجع تاني عليها وتعمل ان لوك ميتنج. تمام؟ لو ضغطنا مره ثانيه وقلنا انفايت اند ريمايند، دي مهمه جدا جدا. افرض دلوقتي انا عاوز اعمل دعوه لاي حد، لاي شخص عاوزه يشارك معايا، بفتح كلمه انفايت. تمام؟ هكتب هنا الايميل بتاعه ولا يكون مثلا انا اكتب
بس ممكن اي حد يبني لي الايميل بتاعه لو سمحتوا. آمر AMER 74 بالانجليزي 74 عبد الله ABD سمع صوتك؟ لا يا حبيبتي. تمام؟ ناخد بعد كده. طب ليه؟ كوبي ميتنج لينك. انت المايك عندك مفتوح ولا لا؟ اللي موجوده في هذا البرنامج. كوبي ميتنج لينك. طب اخرجي من الاجتماع وادخلي تاني. هو دلوقتي عمل ذا ميتنج لينك هاز بين كوبيد، يعني هو عمل دلوقتي طباعه او عمل نسخ للميتنج، وده طريقه للتواصل المشاركين في هذا الاجتماع بشكل جماعي مش بشكل فردي. لما عملت انفيتيشن ممكن احط كل الايميلات بتاعت الاولاد واحد ورا الثاني ورا الثالث واعمل بينهم فاصل وبعد كده ابعتهم مره واحده. المره دي هروح على اي حاجه من منصات التواصل الاجتماعي، وانا هنا مشارك مع الواتس، هفتح الواتس بتاعي. تمام؟ انا الواتس طابع طابع اللينك، وعاوز مثلا اروح على المدرب والمرحله الثانويه اللي انا منهم اللي فيهم الاستاذ علا والاستاذ امين بارك الله فيه. انا هروح دلوقتي هنا واعمل كنترول وفي، كنترول وفي، ظهر عند حضراتكم زي ما انتم شايفين كده، ظهر ايه؟ ظهر الرابط. تمام؟ باسم الغرفه الخاصه بيا اللي هي اسامه دوت 5050 32، دي اسم الغرفه بتاعي. تمام؟ زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. تمام؟ اعمل بس مجرد اعمل كده سهل الانتر، ظهر دلوقتي ان انا بعمل دعوه. اي حد هيضغط على هذا الرابط هيدخل عندي فين؟ في الغرفة بتاعتي. اوكي؟ مرة ثانية. نضغط كوبي لينك عليها، يطبع او ينسخ اللينك، تروح على مثلا تليجرام، على الواتس اب، على اي مكان. انا عملت على الواتس اب مرة ثانية اهو. كنترول في، يظهر اللينك. تمام كده انت بتدعو مين، او انت بعت الرابط بتاع الغرفه بتاعتك الى الزملاء او الى الطلاب لو انت عامل مجموعه واتساب لهم. اوكي؟ دلوقتي نرجع تاني على بعد كده ايه الموجود عندنا؟ الاوديو كونكشن او السبيكر، دي طبعا حاجات بسيطه جدا اللي هي بتعمل اعدادات للميكروفون والكاميرا. مثلا زي ما احنا دلوقتي قاعدين مشاركين مع بعض واحنا قافلين مين؟ الكاميرات. لو انا عاوز الطلاب بتوعي يدخلوا من غير ما حد فيهم يفتح الاوديو بتاعهم، انا بقدر اعمل بتحكم فيهم من هنا. كمان في عندنا امكانيه التواصل مع الاجهزه الاخرى، وليكن مثلا في عندنا داتا شو. تمام؟ والداتا شو دي ممكن تكون بتشتغل بوايرلس، ممكن يعمل تواصل، البرنامج يعرض عليها على طول من غير سلوك او من غير اي شيء، اللي هو بالميرورينج يعني من طريق التزامن. طيب في ايه كمان؟ انا هشارك معاكم دلوقتي في زي ما شفنا كده البارتيسيبانتس، هنشوف بعض الامكانيات اللي موجوده فين في البارتيسيبانتس. ممكن اعمل ميوت وان ميوت اللي احنا زي ما قلنا دلوقتي لسه عليها. لو انا دلوقتي عملت ان ميوت مي، انا صوتي هيطلع، وطبعا هيعمل صوت صدى صوت عند الاستاذه علا وعند حضراتكم لانكم في التيمز، يبقى الصوت فيه نوع من صدى الصوت لان هيبقى في على جهازين، فانا عامل ميوت مي. لو عملت ان ميوت اول يبقى كل الناس المتشاركين يقدروا يتكلموا في اي وقت.
لو عملت ميوت اون انتري يعني الكل يكون مقفول ساعة ما يدخل. انتري اند اكزيت تون، انا اعرف ان في حد ساب الطاعة ومشى عن طريق هذا الزرار، لو انا ضغطت عليه بيعطيني اشاره صوت صغير ان في حد استرك الجلسه او دخل الى الجلسه، اللي هي تعرفين الميوت الصغيره دي. تمام. هنا في عندنا كلمه ايه، اساين بريفليجز اللي احنا قلناها. تمام، هضغط عليها اساين بريفليجز زي ما انت شايفين كده. دياتي الاشياء اللي انا ممكن اعطيها كمزايا للناس المشاركين معايا. تمام، انا اروح على البارتيسيبانتس اهو، ايه اللي انا عاوز الاولاد يعملوه، ودي مهمه جدا جدا. وبعض الناس المحاضرين بيعملوا عليها بعض القيود. ايه اللي انت عايز الطالب يقدر يعمله؟ هل انت عايز يقدر يعمل برينتنج للماده العلميه؟ طب لو انت خايف على الماده العلميه مش عاوز يعمل برينت، يبقى بتشيل العلامه دي. هل انت عايز يعمل سيف يعني يقدر يخزن المعلومات؟ ايوه. طب انا عندي حاجه من الحاجات المهمه هنا مثلا اللي هي ايه، كنترول شير كمبيوتر ريموتلي، يعني ما تخليش حد يقدر يتحكم فين في الكمبيوتر بتاعك عن بعد. تمام، طب هنا شير دوكيومنتس، انت مش تقدر تشير معاهم بعض البرامج او بعض الاشياء اللي انت عايزها معاهم زي ما احنا عملنا في الاول، شير باوربوينت او شير بي دي اف او شير صوره حتى، كل ده تقدر تعمله. اوكي، يبقى انت بتسمح للطالب من الجزء ده ايه اللي يقدر يعمله وتسمح له بيه او تسمحلوش بيه. شايفين حضراتكم هناك كده publicity with everyone، يعني اي شخص تقدر تعمل معاه publicity. زي ما انت شايفين الادوار ممكن انا اعمل ادوار host و presenter و other participants. هذه توصل اصلا عملت مع الاستراليا دلوقتي. فينا بقى بالنسبة لكلمة meeting، لو انا عايز اعرف اي معلومات عن الميتنج ده، افرض في طالب عاوز يدخل ما هوش عارف الغرفة، كل غرفة بيبقى لها رقم معين او باسورد او حاجة من دي، كل الاشياء اللي موجودة هنا. ده النهاردة الغرفة بتاعتنا اللي هي اسامة جزر بيرسونال روم. اللوكيشن ممكن اطبع اللوكيشن ده وابعته لاي طالب من الطلاب بتوعي اللي يمكن مش عارف يدخل. الميتنج نمبر، اوكي، وطبعا الاكسس كود اللي هو الرقم، لو هو محتاج رقم ده عشان يدخل لازم اديله الرقم ده عشان يقدر يدخل عندي على الغرفة. ودي من الاشياء اللي بتخليها تحكم مين اللي داخل عندي، بس ده يعني فيها نوع من القيود اللي بتخلي الانسان يقدر يدخل على المكان اللي هو عاوزه بس. اوكي، يبقى هنا عندنا في الميتنج عرفنا الانفورميشن وعرفنا ازاي نقدر نبدا تسجيل. تمام، كمان في هنا عندنا كلمه الويلكم مسج اللي هي رساله تحضيريه او رساله ترحيبيه، اسف، رساله ترحيبيه لو انت عاوز تعمل فيها اي تعديل. هو عامل رساله افتراضيه وهنا باللغه الانجليزيه. تمام، عامل رساله اهو بيقول ويلكم تو ماي ميتنج، وانا كتبت اضافه اسامه صابر. لو انتوا عايزين انا اضيف اي شيء، اوكي، عشان نشوف باجي بالكورسر عند المكان. اوكي، تو ماي مثلا ويبكس ميتنج، واقول مثلا التاريخ مثلا فرضا تيوزداي، بس تمام، واقول التايم مثلا 9 و 10. يبقى انا عملت دلوقتي رساله ترحيبيه للطلاب. تمام، طبعا زي ما انتم شايفين هنا في عندنا الموقع بيعترض على عدد الكلمات، ممكن يكون يعني العباره الترحيبيه ما تكونش زياده، هو مكتوب تحت 255 كاركتر ماكسيمم، يعني انت ما تزودش عن 255 كلمه، اسف، حرف من الحروف عشان ما تبقاش رساله طويله. انا اقول له اوكي، يبقى انا كده غيرت دلوقتي الرساله الترحيبيه اللي ممكن تظهر عند اي واحد من الزملاء لما يجي يدخل عندي. تمام، ده رجعنا تاني للشاشه الرئيسيه. نيجي بعد كده نشوف في ايه تاني. هنشوف الاوبشنز. الاوبشنز زي ما انتم شايفين هنا الاوبشنز اللي اتكلمت فيها قبل كده، لو جينا على كلمه كونتنت شيرنج، انت عاوز الطلاب بتاعك يشاركوا معاك في ايه؟ تمام، وين؟ معلش استاذ اسامه، بس ورا محمد حمزه ومعاك يا فندم. اتفضل يا استاذ محمد، اهلا وسهلا بيك يا مستر، تشرفنا بيك والله العظيم. اتفضل. بالنسبه لرساله الترحيب يا مستر، كان في حاجه اسمها ديسبلاي، أيوة. لازم حضرتك تقريبا تنشطها عشان تعرض.
تمام. انا عندي هنا زي ما قلت لحضرتك اول ما كانت مره ثانيه اهو ده الرساله زي ما انت شايف. هي بس المساله أو اول حاجه انا بس اللي هي ايوه تمام انا اسف بس انا طبعا بشرح لزمايلي انا بشرح لزمايلي ازاي ان هي تمام ازاي ان انت تقدر تعمل ايه رساله ترحيبيه للزملاء عشان لما قبل الاجتماع مثلا بدايه يكونوا عارفين ان هم دخلوا من المكان الصحيح ورساله ترحيبيه بتدي لهم مثلا دقيقتين او ثلاثه انتظار قبل ما يدخلوا غرفه الدواء الميتنج. اوكي وبنعمل اوكي وبتظهر الرساله عند الزملاء. اوكي هنرجع تاني بقى دلوقتي نشوف الاوبشنز. الاوبشنز زي ما قلنا مره ثانيه زي ما انتم شايفين هنا select meeting options اختار الحاجات اللي انت عاوز الطلاب بتوعك يقدروا يعملوها اثناء الاجتماع. allow all participants to turn on video هل تسمح لكل الطلاب انهم يفتحوا الفيديو؟ انا عامل هنا علامه صح علامه صح تمام. لو انا ضغطت دلوقتي عليها تمام هجرب انا من الموبايل بتاعي ان انا ادخل واعمل فيديو هلاقي مش هيسمح لي تمام. لو انتم شايفين اهو هو سامح ان اسامه يعمل فيديو. انما لو انا ضغطت عليها وعملت علامه صح هيعمل ايه؟ الا وكذلك الشات. افرض انا عايز امنع الشات تماما. افرض ان انا مش عاوز الطلاب اثناء الشرح ان هم يسالوا اسئله او كلام من ده فبشيل بظل واشيل من عند الشات. النوتس النوتس يعني هو الولد زي ما قلنا اثناء التدريب ممكن مثلا ان هو عنده نوع من الاسئله او اشاره لشيء معين يقدر يعمل نوتس تيك نوتس تمام. هنا مكتوب عندي اهو allow all participants to make notes يعني انا بسمح لكل الناس المشاركين انهم ياخدوا نوتس تمام. في حد عنده اي سؤال في الجزء ده؟ اوكي بالنسبه يا فندم للفيديو اتفضلي. بالنسبة للفيديو هل في إمكانية إن الفيديو يتعرض بصوته؟ لأن الفيديو ساعات لما بيتعرض كشيرنج صوته مش بيظهر. لا بيتعرض يا أستاذة لا وكمان زي ما قلت لحضرتك أنت عارفة إحنا قلنا شير مالتي ميديا شير مالتي ميديا. هنا لو أنت جبتي مثلا حاجة من على النت يعني أنا عايز أعمل حاجة دلوقتي قدامكم من على النت بس أنا عشان أعمل للنت بلاش عشان هيبقى تقيل لا عشان هيبقى تقيل. طيب أنا بس بديك الفكرة حضرتك من هنا لو انت عملت من هنا شير مالتي ميديا تقدر تحطي اللي انت عايزاه هتلاقي بالصوت بتاعه بدون اي مشكله. وانا عملت الفيديو زي ما انت شايف حط دلوقتي اهو عشان بس الصوره تبقى ظاهره تمام اثناء الشرح وانا هقفلها تاني اهو معلش. اتفضل اتفضل. ناقص ما عادش دلوقتي في الازرار لو لاحظنا مع بعض ان الاشياء اللي مكتوبه في الاعلى اللي هي فايل اديت شير فيو اوديو بارتيسيبنت ميتنج هيلب هي تقريبا نفس الايقونات اللي تحت ولكن فوق في عندنا خصائص اكثر دقه وبتديني كنترول اعلى. يبقى الاستخدام السريع بستعمل من تحت الاستخدام السريع بستعمل من تحت افتح الصوت اعدل عليه الفيديو الشيرنج بعمل اي شيرنج من هنا التسجيل الشاتنج في صوت ان خلاص الساعه دلوقتي بقت 10 هنحاول نقفل ننهي الاجتماع اخر ايفون هي استاذ اسامه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو بس سؤال اخير قبل غلق الاجتماع وحضرتك اللي انا ملاحظه ان حضرتك كل اللي اتكلمت فيه في تحت يسمى بانشاء جلسه تعليميه افتراضيه. ايوه تمام يا فندم. طيب هل البرنامج له امكانيات اخرى؟ انا يعني عشان اكون واضح وصريح مع حضرتك انا بشتغل على برنامج على منصه اسمها منصه بنان يعني اظن ان هي قريبه من الفكره بتاعتكم كده شويه. ايوه لكن هل الـ الامكانيات الثانيه موجود يعني في امكانيات ان انا اعمل بنوك اسئله ومن بنوك الاسئله دي اصمم اختبارات تفاعليه الكترونيه طيب. ايوه تمام بص
بص كل البرامج تقريبا فيها نفس الميزه. بص حضرتك كده معايا عند كلمه فايل، هنروح مع بعض عند كلمه فايل. شايف حضرتك هنا اوبن بولز بوزيشن، شايفها؟ اه بولز بوزيشن. ايوه الاختيار الثاني. الاختيار الثاني ده ممكن حضرتك تعمل ايه؟ تعمل استبيان للاولاد، بس نوع الاسئله اللي لازم تكون موجوده قدامه لازم حاجه من اثنين، مالتيبل تشويس او شورت ريسبونس. لان البنات المناطق قصه البنات اللي بيشتغل عليها اما انك تعمل صح وغلط او اختار من متعدد. ايوه ما في عندنا في البرنامج ده. اتفضل. ما في نقطه من الاسئله يمكن رفعها. ما سمعتش كويس عشان الصوت على بيقطع، معلش بعد اذنك مره ثانيه. اقول ثاني النوعين الموجودين اللي حضرتك اتكلمت عنهم اللي هو الاختيار من المتعدد. انا اتكلم لغه عربيه لان معلم لغه عربيه. لا لا يا استاذ المحترم الله يبارك في عمرك. والصح والخطا دي نوعين يمكن رفعها. طب في نوع ثاني من الاسئله اللي هو مثلا التوصيل. لا 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 ما مش توصيل، هو بس حاجه من حد. بص حاجه من ثلاثه، حاجه من ثلاثه ايه موجود في الدرجه. نعم. رقم واحد اختيار اجابه واحده، اختيار اجابه واحده. بعد كده اختيار من متعدد، اختيار متعدد اداه المعد الثاني. النوع الثالث الإجابة القصيرة، الإجابة القصيرة هي شورت ريسبونس. معلش أنا مدرس بقى إنجليزي بقى. الشورت ريسبونس الإجابة القصيرة يعني الإجابات القصيرة. الإجابة القصيرة قد تكون كلمة واحدة، كلمتين أو ثلاث كلمات. يعني مثلا لو عندنا جدول وبقول يكتب الجدول، املأ الجدول من كلمة الفراغ. أيوه. فالولد مش هيقدر يكتب أكتر من كلمة أو اثنين أو ثلاثة زي ما أنا إيه؟ زي ما انا حد برضه فيها اشكاليه ان مثلا انت عامل الاسطمبه مثلا في ان الكلمه مثلا تكتب بهمزه القاطع، الثلاث كتبها بهمزه القاطع. بص كان مين يعني، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، جميع البرامج اللي بيستخدم الكمبيوتر تمام، لو ما كانش الاجابه مطابقه للي مغذى بها الكمبيوتر حتى لو كانت صحيحه. يعني لو انا بكتب مثلا اسم مدينه تشاينا، كتبت حرف السي سمول وهي مكتوبه ومغذيه في الكمبيوتر بان السي كابيتال، بتظهر انها خطا. لذلك هنا الجزء ده بالذات اللي هيصححه المعلم. يا دوب. ايوه تمام كده. اما الجزء الثاني بيبقى مغذى بالكمبيوتر وده نتعرف عليه بسهوله. تمام. شكرا يا استاذ.